بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رايحين نعمل وصفة تحت الطلب، طلبت مني كثيرا من مشتركات قناتي عن كيفية صباغة الشعر باللون الأحمر الأكاجو بشكل طبيعي ومن دون مواد كيميائية. هذه الوصفة كذلك فعالة لتغطية شيب الشعر. ندخل مباشرة في مواد هذه الصبغة. نحتاج إلى 4 ملاعق طعام كبيرة من الحنة الورقية، يفضل أن تشتريها أوراق وتطحنيها في البيت بنفسك. 4 ملاعق كبيرة، وضاعفي المقادير حسب طول شعرك. المقادير ليست محددة هنا، كل واحدة وطول شعرها. نحتاج إلى 1 ملعقة كبيرة من العكر الفاسي. نحتاج إلى 1 ملعقة كبيرة من دم الغزال أو العكر الفاسي إذا كان غير متواجد أو سعره غالي. طبعا نعوضه ب1 ملعقة كبيرة من بودرة البنجر، والتي سبق أن عملتها في قناتي طريقة عمل بودرة البنجر، موجودة في القناة، وراح أحط لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف. نحتاج إلى ورق الألمنيوم أو ورق القصدير. نحتاج ل 1 كوب من مغلى الكركديه يكون مركز. هذه هي زهرة الكركديه، الكل يعرفها طبعا. نحتاج ل 1 كوب من مغلى الكركديه يكون مركز. غلي 2 ملعقة من الكركديه في 1 كوب من الماء واتركيه حتى يصبح مركز جدا. ونحتاج لعصير البنجر لنستخدمه كشامبو لتثبيت لون الشعر. وبالأخير نحتاج لعصير ليمونة. طريقة عمل هذا الماسك أو الحنة الطبيعية، الصبغة الطبيعية، نأخذ الحنة نضيف عليها، إذا كان متوفر العكر الفاسي نضيف 1 ملعقة، غير متوفر نضيف 1 ملعقة كبيرة من بودرة البنجر المطحون ناعم. يفضل استخدام الأواني البلاستيكية أو الطينية أو الزجاجية في عمل هذه الصبغة الطبيعية حتى لا تتفاعل المواد مع بعضها. نخلط مع بعض. ثم نضيف عصير الكركديه شيئا فشيئا مع الخلط. يجب أن تكون المواد دافئة وليست باردة. ونخلط. يمكنك إضافة صفار بيضة إلى هذا الخليط. وإضافة أي نوع زيت عندك في البيت إذا كان الشعر جاف جدا. إذا كان الشعر جاف جدا نضيف، قلت أي نوع زيت متوفر عندك، لأن الحنة تقوم بتجفيف الشعر.
وأضفت كذلك ملعقتين عصير البنجر. طبعا تأخذي حبة البنجر تبشريها في المبشرة الرقيقة ثم تقومي بتصفيتها وتتحصلي على عصير البنجر. نخلط المكونات كلها مع بعض هكذا ونترك هذه الحنة تتخمر لمدة نصف ساعة. بعد ما تتخمر لمدة نصف ساعة أضيفي عليها عصير ليمونة لتثبيت اللون. بعد نصف ساعة تتخمر أضيفي عصير ليمونة، إذا كان الليمون غير موجود أضيفي ملعقة خل تفاح أو أي خل عادي متوفر عندك. لصاحبات الشعر الغامق حتى تتحصلي على اللون الأحمر الأكاجو، قومي بتفتيح شعرك بواسطة عصير الليمون. يوميا ضعي عصير الليمون على شعرك، قومي بتفتيحه نوعا ما، ثم ضعي هذه الصبغة على شعرك لمدة ساعة. لكن أولا أعطيكم نصيحة، الحنة أبدا لا توضع باردة على الشعر، يجب أن تكون الحنة دافئة، وعند غسل الحذار من التعرض لتيار بارد، لأن الحنة تسبب في أمراض الشقيقة والصداع المزمن عافانا الله وإياكم إذا استخدمتيها باردة أو تعرضت لأي تيار بارد. هذه نصيحة مني إليكم جميعا. بعد ما تعملي الصبغة على شعرك، طبعا وزعيها خصلة خصلة عن طريق فرشاة الشعر، غطي شعرك بواسطة ورق الألمنيوم أو ورق القصدير كما يعرف عند الجميع. يغطى الشعر بواسطة الورق الألمنيوم، توضع لمدة ساعة حسب درجة اللون المطلوبة. إذا أردت اللون يكون غامق جدا، أحمر غامق جدا، خلي المدة تستمر لساعتين إلى 4 ساعات، أنت ودرجة اللون المطلوبة. وبعدها اغسلي شعرك بالطريقة العادية، اشطفيه لتثبيت بديل الشامبو لتثبيت اللون، اشطفي شعرك بعصير البنجر. وإن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم ونالت رضاكم. أتمنى الاشتراك في القناة، وذلك لدعمي على إعطاء كل ما هو جديد مفيد. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.